تحيه للتقدير واحتراف وشكر لجميع من حضر اليوم مشاركه في حفلتنا طبعا 24 في باهي فوت يعني منذ سنه 1997 عندما كان هذا الملعب ترابي واشكر واحترم وكذلك ارحب بحضور الضيوف اللي جاينا اليوم بصح الضيوف كانوا اللي ما استمرش بينا احنا احنا رانا في خدمتنا هما راهم يقولوا الشعب اللي حضر اليوم والفرق المشاركه اللي جاوا لنا كلكم بارك الله فيكم وشكركم على الروح الرياضيه وشكر الجمهور اللي كان حاضر بقوه في هذه الطبعه الرمضانيه في هذه الطبعه تاع الباهي فوت ونقول لكم بارك الله فيكم ونحن كما رانا هذه البيئه القليله تاع اللاعبين الدوليين والسلطات المحليه والامنيه نصفوا لكم حنا كما رانا ونقول لكم بارك الله فيكم. ارحبوا اولا بممثل قائد الناحيه العسكريه الثانيه الذي دائما يسهر ودائما يحترف ويؤكد مره اخرى اهتمامه بما يفيد الشاب الجزائري والمواطن الجزائري وهو الابتعاد عن الافات الاجتماعيه امن واستقرار الشباب تاعنا بعيدا عن مغالطات اعداء الوطن نقول الامن تاعنا الوطني والدرك الوطني اللي راهم هنا بارك الله فيكم انتم حمه الوطن سنبقى دائما نقول لكم ربي يحفظكم ربي يحفظكم ان شاء الله تحيه بلا كان كيما نقولوا في هذا الوقت هذا الموسم هذا تاع
الصيف في وهران البهية تعرف بهية فوت كما تعرفوا دونك احنا المهم تاعنا ماشي النتيجة ولا ولكن شباب نشوفوها لاعبين جدد تاع لافينير تاعنا هذا التكوين لاراديز هذا هو العمل تاعها على ما نقولش الحضور هذا سواء سلطات او خاصه الشباب تبارك الله اللي راه دارك تشوف العشره تاع الليل مازال مشهور طبعه البهيه فوت في طبعتها ال 24 هذه السنه ميزتها مشاركه 80 فريق جاؤونا من مختلف جهات ومداشر وقرى وبلديات الوطن الحمد لله شفتوا اقبال جماهيري كبير دوره في مختلف الاصناف اصاغر اشبال مبتدئين اواسط واكابر الحمد لله احنا نحاول باش نلم الشمل لم يعني الشباب تاعنا تاع 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 الجزائر العميقه 22 تقريبا 25 سنه رانا نشاركوا في لاراديز شنقول لك لاراديز ديما تكون حاضره في المناسبات هذو اليوم جينا لاعبين القدامى باللومي كويسي فوسي اللي جينا هنا لهذه النهائي اللي شفنا اليوم الجمهور غفير كانوا مسؤولين الاطارات الحمد لله اللي كما يقول لك المستوى كان في القمه اليوم رانا نشوفوا في المقابله النهائي مع معسكر مع سعيده ونشوفوا بلومي يلعب مع لاعبين تقريبا 20 سنه 25 سنه هذا كما يقول لك شرف كبير للبلومي وهذه المبادره اللي يديرها قاده نشكره بزاف باسكو راهو ملمي الشمل تاع هنا بمدينه وهران نشوف الناس المتفرجين اللي راهم يجوا هنا هذه حاجه مليحه مبادره مليحه احنا نتمنى ان شاء الله المسؤولين باش يعاونوا هذه لاراديوس باسكو راه يدير في خدمه مليحه. فريق الباهيه كديل المنافسه هنا معروفه بلا ما نهضروا. منافسة عارقة تلعب بالبولة تشوف البولة تشوف لي جوار ما شاء الله ما عندنا ما نهضروا غير الأنصار اللي هم حاضرين هنايا ولا كاع شكاين يخبروك بهذا الدورة. السلام عليكم اليوم يوم شاركنا في هذه المسابقة تاع راديوس الله يبارك منظمة كاع منظمة غاية الحمد لله فزنا احنا من سعيدة جينا هنايا وفزنا بهذه الدوره وان شاء الله الله يوفقنا في المسيره تاعنا الكرويه. السلام على اشرف المرسلين. اليوم تم اختتام دوره راديوس الطبعه 24 نشكروا الشيخ قاده شافي والشيخ الاخضر بنومي على الاستضافه والتنظيم كان رائع ما شاء الله ونتمنوا العام الجاي نكونوا هنا ان شاء الله ونفوزوا به.